السلام عليكم حبايبي، انا اليوم جيت مع زينب مشان تسوي الحقنة تبع كورونا، الفاكسين تبع كورونا. ف هي كثير خايفة، فانا رايحة معاها مشان اشوف التفاصيل واشوف شو رح يصير معاها اذا سخفت او ماتت لازم اعتقها. فانا جيت معاها ما شاء الله، هي خايفة هي بس المشكلة الطريق كثير حلوة، شوفوا الطريق كثير حلوة ما شاء الله. اوه انا لابسة هيك فستان. <웃음> 진짜 무서운 영상이네요. 아 예쁘다 길. 우리 거의 다 왔습니다 여러분. 우리 거의 다 왔습니다. 이후. 죄송합니다. 혹시 한 손으로 내 휴대폰을 주실 수 있어? 아니. 저는 저기 가고 싶어. 미소. 오 도착했습니다. 라카드 왔었나? 라카드 왔었나? لقد وصلنا جنى راح تسوي الفاكسين توتشك السميدة. اوه 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 체온 측정 중입니다. 정상 체온입니다. 체온 측정 중입니다. 체온 측정 중입니다. 체온 측정 중입니다. 정상 체온입니다. 일단 가능하시고요. 나 여기 앉으면 돼? 어, 앉아. Maybe I agree with everything. 하이자. 이거는 안 좋네요. 일단 기다리시는 한번 읽어보시고요. 감사합니다. 바로 들어가세요. 바로 들어가. 어, 들어가도 되나요? 예? 여, 기다, 여기서 기다리면 되나요? 여기서 청소 좀 해주세요. 네. 네, 한국어도 말할 수 있어요. 오늘 어디 특별하게 아프신 거 없으세요? 아, 없어요. 예전에 알러지 심했던 적 있으신가요? 이 طبيب كتير حلو يا ناس. الطبيب تيتيز. بدي اصور لكم اياه، الطبيب تيتيز. الاسبوع الجاي انا كمان راح اسوي الحقنة، اتمنى انه هذا الطبيب اللي يسوي لي الحقنة تيتيز. عم يشرح لها. الطبيب تيتيز يا ناس، يا اخويا تيتيز عليك تيتيز. اخويا تيتيز عليك تيتيز.
나머지 증상도 한 번 더 이렇게 물어보시고 너무 심하다 하시면 그럼 응급실을 꼭 안녕하세요. 이쪽으로 갈게요. 아, 저요. 어떤 느낌이야? 죽을 것 같다? 아직 아무도 일주일도 운동도 못해. 여기서 15분 동안 기다려야 됩니다. الهون لازم تنتظر 15 دقيقة مثلا إذا طلعت لها حرارة أو سخفت أو صار لها شيء مشان يعتقوها. المسكينة. ميسو. اليوم إجا دوري مشان الفاكسين الحقنة تبع كورونا. اليوم راح أروح مشان الله يسرها وخلص. راح أروح مشان أخذ الفاكسين وهيك. بوبي وأنا لبس هيك يعني لبس هيك ما راح أكتب عليكم فيها خوف كتير. بوبي
هو بيظن انه رح يروح معايا بس ما رح يروح معايا. اوكي الحين راح اروح واخذ الحقنة، راح اروح واخذ الحقنة الحين، الله يسترها معنا وخلص. بسم الله توكلنا على الله. اوكي حبيبي انا اخذت الفاكسين وقالوا لي اني انتظر 15 دقيقة، اذا عندي هيك هيك تأثيرات من الفاكسين يعني صداع او حرارة او عياء لازم اخبرهم. المهم ميسو. المهم حبيبي انا خلصت الفاكسين والياس اجا مشان ياخذني لانه قال ما لازم يعني شو اقولكم ما لازم اسوي شيء يخليني اتعب او هيك، فهو اجا مشان ياخذني على البيت. بس المشكلة هو ما بيعرف انه انا لازم اروح للشركة مشان اشتغل، فقلت له يا حبيبي يا طول عمري يا حياتي انت لازم تاخذني على الشركة. فقال لي شو انت رح تروح للشركة تشتغلي اليوم اليوم فاكسين؟ قلت له فقط ساعة فقط ساعة لازم اروح ضروري ضروري، فهو عصب مني. كريدو دكتها ميان ايش كرانا ميان هو المهم لازم اروح للشركة واشتغل.